ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم اليوم بفيديو من فيديوهات أسئلة القدرات. اليوم معانا سؤال هندسي، والأسئلة الهندسية في أسئلة القدرات my favorite على قولتهم، مرة أحبها لأنها أحسها جدا سهلة وأحسها تعتمد على فهمكم للأشكال الهندسية. فمثل هذا السؤال مثلا عن المثلث، يتطلب منكم أنكم تفهمون أو تحفظون بعض الخصائص الهندسية للمثلثات أو للدوائر أو للمربعات. لو كان عندكم كتاب أستاذ فهد البطين، لو تفتحون المقدمة حقة الكتاب، سواء كتاب قدرات أو كتاب قياس، راح تلاحظون أنه هناك في مقدمة عن طريقة حل الأسئلة الهندسية. وعلى أيامي كان اختبار القدرات يعطونا كذا ورقة، أو الورقة هذه موجودة آخر الدفتر في الاختبار، في خصائص أو قوانين لبعض الأشكال الهندسية. أنا صراحة ما أدري الآن إيش صار في الاختبار بالضبط، إيش تغير، إيش أضافه وإيش شالوا، لكن الأسئلة الهندسية تحتاج منكم تركيز وتحتاج منكم تحفظون بعض الخصائص اللي لها، اللي راح تساعدكم في حل أسئلة القدرات، زي مثلا مجموع زوايا المربع 360، زي مثلا قوانين مساحة الدائرة ومحيط الدائرة، أو قوانين المثلثات، أو يعني في أشياء لازم تكونون في ذاكرتكم عشان تقدرون تحلون سؤال الهندسة، لكنه جدا جدا من الأسئلة الممتعة بالنسبة لي. خلونا نبدأ هذا السؤال مع بعض. يقول لكم مثلث قائم الزاوية، طبعا ممكن يعطيك الرسمة وممكن ما يعطيك الرسمة. أول شيء تقرأ لما تقرأ السؤال، لو أول شيء تسويه لما تقرأ السؤال ارسم الشكل مثلث قائم الزاوية، خلاص ارسمه. أطوال أضلاعه عبارة عن أعداد صحيحة، إيش معنات هذا الكلام؟ معنات أنه طول الضلع مثلا هنا 6، هنا 5، هنا مثلا 10 أو whatever، عدد صحيح، ما هو عدد كسري، مثلا ما هو 5.5 أو 6.2 أو 6 أو 10.6 مثلا، لا، أعداد الأضلاع هذه عبارة عن أعداد صحيحة، وهذا يسهل لكم الحسابات. طيب، فإذا كان محيطه يساوي 24 سنتي، إيش معنى هذا الكلام؟ لازم نفرق بين المحيط وبين المساحة. محيطه من اسمه محيط، يعني هو الخط الذي يحيط بالمثلث. فمجموع هذه الخطوط، مجموع الخط هذا وهذا وهذا، يساوي لكم 24 سنتي مثل ما هو معطيكم في السؤال. فإن مساحة هذا المثلث هو، هل هي 24، 32، 50، 48؟ المساحة إيش قصده بالمساحة؟ المساحة قصده بهذه الخطوط كلها، أو المساحة داخل الشكل الهندسي. كثير في ناس يلخبطون بين المساحة والمحيط، ولكل شكل من أشكال الهندسة قوانين مساحة وقوانين محيط خاصة فيها. غالبا قوانين المحيط أسهل من قوانين المساحة. طيب، إذن الآن أعطاني هو المحيط وطلب مني المساحة، أول شيء مفروض أني أكتبه هو قانون مساحة المثلث، وهو عبارة عن نص في القاعدة، احفظوه زي اسمكم، في الارتفاع. إيش معنى هذا الكلام يا أستاذة؟ نص عدد ثابت. القاعدة وين هي؟ قاعدة المثلث، هذه قاعدة المثلث اللي يقعد عليها المثلث. الارتفاع وينه؟ من هذه النقطة إلين هذه النقطة، هذا ارتفاع المثلث. هذا مين؟ هذا وتر، ما يهمنا، ما يهمنا في هذا السؤال، ما يهمنا نهائيا. أوكي؟ طيب، في بعض الأحيان لو غير لك السؤال وقال لك وأعطاك مثلث متطابق الضلعين بهالطريقة، متطابق الضلعين، الارتفاع حق مثلث متطابق الضلعين هو من هنا إلى هنا، هذا الارتفاع، مو هذا، هذا مائل، هذا مو الارتفاع حق المثلث، أو هذا الضلع المائل، الارتفاع هو اللي بالوسط. لكن بمثلث قائم الزاوية الارتفاع من هنا إلى هنا، الخط المستقيم من هنا إلى هنا. شفت الفرق بين الاثنين؟ طيب، حنا ما يهمنا الحين مثلث متطابق الضلعين، عشان كذا أنا أقول لكم اقرأوا وافهموا الفرق بين الأشكال الهندسية لأنه مرة يساعد في الحل. طيب، القانون يقول نصف القاعدة في الارتفاع، حلو، نص موجودة، إيش هي القاعدة؟ كم عددها؟
كم الرقم حقها؟ إيش هو الارتفاع؟ كم العدد حقه؟ ما هو بس أعطاني إنه المحيط هو 24 سنتي. عشان كذا أنا أقول لكم لازم نحفظ بعض الخصائص حقت الأشكال الهندسية. من ضمن الخصائص اللي تلقونها في كتاب استفاد البابطين هي عبارة عن إنه أي مثلث قائم الزاوية، أصغر مثلث قائم زاوية يكون أضلاعه 3 4 5، يعني هنا مثلا 5 وهنا 4 وهنا 3، هذا أصغر مثلث. ومضاعفاته، يعني لو أبغى مثلث أكبر أضاعف هذه الأضلاع، أقول 6 8 10، لو أبغى مثلث أكبر أقول ضاعفيها هذه ضاعفيها 12 16 20، وهكذا كل ما لي أكبر المثلث. طيب إيش المثلث اللي عندي المحيط حقه 24؟ خلينا نشوف المثلث الأول هذا. هذا يعني هذه المعلومة لازم تكون تحفظونها أو إنكم تفهمونها أو تتذكرونها، إنه أصغر مثلث قائم الزاوية أضلاعه تكون 3 4 5. طيب أنا أبغى أكبر شوي، حطي المضاعفات 6 8 10، أبغى أكبر شوي ضاعفي زيادة 12 16 20، وهكذا. طيب خلونا نشوف هذا المثلث، هل هو مثلثنا ولا لا؟ خلنا نشوف كيف نعرف، نجمع الأطوال الأضلاع ونشوف هل هي 24 ولا أقل ولا أكثر. 3 زائد 4 اللي هي 7، 7 زائد 5 اللي هي 12 سنتي كمحيط. هل هي 24؟ لا ما هي 24، إذن نمسحها مع السلامة، مو أنتي المثلث المطلوب حقنا، إلى اللقاء ما نبغاكي. طيب نشوف الثاني، 6 زائد 8 هو عبارة عن 14 14 زائد 10، لأني قاعد أحسب الحين محيط مو قاعد أحسب مساحة، طلع عندي 24 سنتي. إذن هذا هو المثلث المطلوب، شكرا جزيلا. باقي المعلومات كلها نمسحها ما تهمني، كلها 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 ما تهمني. أوكي الآن أبدأ أوزع 24 على كيفي، أقول والله هنا 10 وهنا 8 وهنا 6، شفتوا؟ أوكي مسح بس ورتب الموضوع. إذا أنا اكتشفت أن المثلث حقي هو عبارة عن 6 8 10. دائما خلوا العدد الكبير اللي هو على الوتر. أوكي طيب الآن نجي نعوض بالقانون، نقول نص في القاعدة اللي هي 6 في الارتفاع اللي هي 8. 8 في 6 كم يعطيكم الجواب؟ 32. في نص يعني تقسيم النص أو تقسيم الاثنين هيعطيكم الجواب 16. لا لحظة، 6 في 8 لخبطنا، لا مو 16، ما في أي جواب 16. 6 في 8 أنا آسفة، 6 في 8 48، تقسيم 2 24، أنا آسفة معلش معلش، خطأ مطبعي. 6 في 8 شفتوا بعض الحين كذا يعني يطلع لكم جواب مو من الخيارات، بس راجعوا شوي إيش سويتوا. 6 في 8 وكل الناس يخطئون، ما في أحد ما يخطئ، عادي جدا. 6 في 8 48، أنا أعتذر للمرة المليون، 48 في الطريقة هذه، تقسيم 2 حيطلع لكم الجواب 24. وهنا بالصدفة صارت المساحة نفس المحيط بالصدفة، لكن مو دائما يصيرون زي بعض، فمو تشوفون السؤال المحيط 24 تروحون المحيط 24 تروحون تحطون مساحة 24، لا مو دليل. أوكي وبكذا يكون خلصنا من سؤالنا، أتمنى أنه كان سهل وخفيف عليكم. أرجع وأقول بليز 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 حاولوا تحفظون الخصائص الهندسية والقوانين حقت المساحة والمحيط عشان تسهل لكم حلول حل أسئلة القدرات. أتمنى يا رب أن تكونوا موفقين في جميع اختباراتكم، ولا تنسون لايك والسبسكرايب.